أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنجاز أكثر من 95% من عمليات إعادة العد والفرز، مبينة أنها ستعلن نتائج الانتخابات العامة مساء الأحد أو الاثنين المقبل، مشيرة إلى اكتمال التحقيق في معظم الشكاوى الواردة إليها التي بلغت 2030 شكوى، من بينها أكثر من 1000 صنفت بالصفراء ونحو 700 خضراء و106 شكاوى حمر. المفوضية أشارت أيضا خلال مؤتمر عقدته اليوم إلى إغلاق معظم مراكز العد والفرز لتغلق الباب أمام استقبال الشكاوى. من الاحتمال أن يوم غد في المساء نعلن النتائج، أما إذا لم نكمل فيوم الاثنين إن شاء الله سنعلن نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي. بلغ مجموع الشكاوى الكلي 2030 شكوى، صنفت منها صفراء 1048 شكوى، وصنفت خضراء 691 شكوى و106 حمراء. تم التعامل مع جميع هذه الشكاوى، إن شاء الله خلال اليوم وغدا ننتهي من جميع هذه الشكاوى. مفوضية الانتخابات بيّنت أن النتائج التي ستعلنها تتضمن عدد المقاعد التي حصل عليها كل كيان سياسي وعدد الأصوات التي حصدها كل مرشح، إضافة إلى مقاعد الكوتا، مشيرة إلى أن النتائج قابلة للطعن من قبل الكتل السياسية. سوف تعلن جميع التفصيلات الخاصة بعدد المقاعد وكوتة النساء وكل كيان سياسي على أصواته في كل محافظة قد حصل، و كل تفاصيل الانتخاب يعني تم النتائج راح تعلن بالتفصيل، يعني من ابتداء من عدد المقاعد في هذه المحافظه وعدد الاصوات في هذه المحافظه الاصوات الصحيحه، وكيف تم توزيعها على الكيانات السياسيه، وكم كيف تم توزيع المقاعد على الكيانات السياسيه، بالاضافه اصوات كل مرشح سوف ايضا تظهر. أما فيما يخص انتخابات إقليم كردستان فالمفوضية بيّنت أن نسب إدخال البيانات تجاوزت 90%، متوقعة إعلان النتائج الخميس المقبل في أربيل. وتعزو المفوضية تأخر إعلان النتائج إلى مشكلات شهدتها محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين دون أن تبين طبيعة تلك المشكلات، مبينة أن نتائج المحافظات الأخرى أنجزت بشكل كامل منذ 4 أيام. حسين أسد، الحرة، بغداد.